أو قديم، هذا وصف نعم أضفيته على الله عز وجل غير جائز. لكن إذا قلت وأنا أفسر كلمة ليس كمثل شيء أن الله عز وجل مخالف للحوادث، هذا حكم وليس وصفا. ما وصفت الباري عز وجل بشيء، يعني مثل الباري عز وجل أقول الله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل. طيب الباري هذه أحكام الباري سبحانه وتعالى، لا يجهل أمرا. شايف كيف؟ نعم، نعم. هل تظن أنه العداء أو الحسن الأشعري لالتصاقه أو اقتناعه بالتصوف، أو يعني هل يعتبر التصوف هو الابن الشرعي لمنهج مش لفرقة، لمنهج الأشعرة؟ يعني أولا الكلام عن أبي الحسن أظن. نعم، أنا حاولت أن أعثر في كل ما وقع تحت يدي من كلام لأبي الحسن الأشعري، عن حاولت أن أعثر على كلمة تنتمي بنسب ما إلى ما يسمى التصوف، فلم أجد نهائي أبدا. لا إله إلا الله. الرجل استطيع أن أقول إنه كان مخلصا، استطيع أنه كان صادقا مع الله، وهذه هي مضامين ما يقصد بكلمة التصوف، رغم أننا لا نرفض التصوف. نعم، لا لا. نعم. لكنه لم أجده يتعامل مع هذا المصطلح. نعم، لم يتعامل معه أبدا، ما أبدا. المضمون، سيد من يتصف بمضمون كلمة التصوف أن أقول أبو الحسن الأشعري وأمثاله الذين كانوا في عصره. لكن هذه الكلمة ما كانت موجودة آنذاك. ربما يعني في كلمة رائعة لأحدهم يقول كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له، ثم أصبح اليوم اسما لا مسمى له. الله، تاني يا دكتور الله يكرمك. كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له. الصدق، الإخلاص، تنزيه السلوك، القلب من الحقد والضغائن وما إلى ذلك، هذا المسمى، لكن ما كان له اسم التصوف. ثم اليوم أصبح اسما لا مسمى له. ادعاء ادعاء بغير حق. الأشاعرة الذين جاءوا على أثر الإمام أبي الحسن الأشعري التزموا نهجه بكل معنى الكلمة، خالفوا في جزئيات اجتهادية كما قلت قبل قليل. ما يتعلق بالتصوف الذي ظهر فيما بعد ليس داخلا في مكنون أو منهج أبي الحسن الأشعري. نعم، يعني مثلا الإمام الغزالي معروف أنه يعني أبرز في سلوكه وفي دعوته المعنى الحقيقي للتصوف البعيد عن الغلو والبعيد عن التطرف. هل نقول إن الغزالي ورث هذا من أبي الحسن الأشعري؟ لا، لا نستطيع أن نقول هذا. هذا الرجل أوتي هذا من لدن رب العالمين، لا شك في هذا. وكذلك مثلا الإمام القشيري، الإمام القشيري له رسالة. تفسير أيضا، تفسير الإمام القشيري معروف، وله رسالته، وهو أيضا يعني من أهل السنة والجماعة وسار على قدم الإمام أبي الحسن الأشعري. هل نستطيع أن نقول إنه ورث هذا؟ لا، ما أظن، لا يتأتى ذلك. طب حكاية الله، يعني مثلا آية قول الله عز وجل المجيء الإلهي في قول الله عز وجل وجاء ربك، أيوة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. كيف، ولله المثل الأعلى، كيف يفسر أبو الحسن الأشعري مثل قول الله عز وجل وجاء ربك؟ يعني كيف أنا يعني لم أقف على رأيي في هذه الآية بالذات، لكن هو أطلق حكما عاما، قاعدة عامة، إذا طالما وسعنا تفسير الآية على ظاهرها لا يجوز لنا أن نؤول. وبناء على ذلك كلمة وجاء ربك والملك صفا صفا يسعه أن يقول لله عز وجل مجيء كما قال بدون تحيز وبدون انتقال من مكان إلى مكان. كيف؟ بدون كيف. يبقى مجيء يليق بذات الله، يليق بذات بغير الله كيفية ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمام. تمام الكلام. تمام. يعني هذا مما لا يضطرنا الأمر إلى التأويله. لكن قد يأتي اليوم من يقول
لا والله هذا مما أرى أنه يحتاج إلى تأويل. يحتاج إلى تأويل. هو خالف الإمام أبي الحسن في جزئية اجتهادية ولم يخالفه في المنهج. نعم نعم نعم. يعني وكلاهما يحاول أن ينزه الله عما لا يليق. نعم. وكلاهما يثبت لله ما يليق. ده كلام يعني وكل من رسول الله ملتمس. ختاما أنا أريد أن أقول الإمام أبو الحسن الأشعري ما قوله في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجز رأيه في التوسل به أو العلاقة به بعد انتقاله إلى ربه؟ يعني أولا أنا يعني حاولت أن أستقرئ موقف الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من التوسل وحكمه، فلم أجد من بحث في هذا الأمر سلبا أو إيجابا. يعني لم أعثر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم على من يرى أو يقول إياكم والتوسل برسول الله، ولم أعثر في عهد التابعين أيضا على من قال هذا الكلام. سكوتهم عن هذا دليل على أن هذا الموضوع لم يفتح ملفه ولم يبحث فيه إلا فيما بعد في عصر متأخر، ولعله بحث في عصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح كيف؟ نعم نعم. يعني طيب لعلك تقول طيب وهل وجد من توسل فعلا؟ ما بحث أحد منهم في أنه حرام لا حرام كما يبحث اليوم، لكن الموقف العملي ما هو؟ توسلوا. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس عندما كان يخرج من داره إلى المسجد. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. طيب بابا هذا توسل. توسل نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي في عصر سيدنا عمر كان هنالك عام الرمادة. نعم. التوسل بالعباس. في حديث يرويه بلال بن الحارث أنه ذبح شاة فأفزعه هزالها شدة هزالها فتركها وذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلم على رسول الله وقال سل ربك نعم أن يغيث أمتك. نعم. طلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغيث الله. نعم. رأى رسول الله في تلك الليلة وقال إنكم ستغاثون، فأتي عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. فجاء في صباح اليوم الثاني بلال بن حارث إلى عمر يقول له هذا الكلام. طيب فخطب الناس وجمعهم وقال إن هذا فعل كذا وكذا، ورأى رسول الله يقول له قل لعمر عليك بالكيس الكيس. ما الذي يقصده رسول الله في متى تقول؟ قال إنه يستبطئك بالخروج بنا إلى الاستسقاء. فخرج وصلى صلاة الاستسقاء وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد واليوم نحن نتوسل بعمه العباس فاسقنا. محل الشاهد أنه هذا الصحابي ذهب إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسأل الله عز وجل، وهذا توجه بالصالحين لكن تماما. طيب وسيدنا عمر فعل ذلك، فإن قال قائل ولكن كانوا يتوسلون بالأحياء وسيدنا العباس حي، هذا كلام في أنا مثل عام بيقول فلان هرب من تحت الدلف إلى المزراب. هنا إذا قلنا إن التوسل برسول الله في حياته جائز وما بعد وفاته غير جائز، فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي انقطعت حياته عنا وانقطعت صلته بنا وعاد لا شيء. يا سيدي رسول الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيهما نعم أرفع مكانة عند الله؟ الشهداء أم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي؟ أيه طيب. لا تعدله نعم. مكانته. بعدين أريد أن أقول شيئا في ماذا وصلنا إلى الخاتمة. يكفي
أبا الحسن الأشعري يعني دليلا على أن الله قيض منه حماية وحصنا لهذا الدين الذي ابتعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصله إلينا عن طريق أصحابه ثم السلف الصالح، أن أبا الحسن الأشعري هو الذي قضى على فقاقيع تلك الفرق. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتحدث عن الأسباب والله مسبب الأسباب. لو أن أبا الحسن الأشعري لم يكن موجودا وسار على هذا النهج لاستشرى الاعتزال والجهمية والمرجئة.